أبو خالد من عمان يسأل، يقول بالنسبة للأضحية، يقول بعض الناس يقولون ما يجوز أن يضحي بغير الخصي، وما وأيضا أو الخصي أو كذلك اللي ما له قرون. أبو خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضاحي لها شروط، لها شروط. أولا أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يعني ما يضحي الإنسان من غير هذه الثلاثة. ثانيا أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، الإبل 5 سنوات، كملت 5 سنوات، البقر كملت 2 سنين، الظأن الغنم طبعا الظأن ما تم له 6 أشهر بالتبسيط، طبعا مسألة الجذع ومسألة الثني، المعز لا يضحي إلا في الثني من المعز ما تم له سنة فأكثر، وأما الظأن الجذع وما تم له 6 أشهر فأكثر. الثالث أن يذبحها في الوقت، في وقتها، وقتها متى؟ بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، هذا وقت الأضحية الشرعي، ويمتد إلى 4 أيام. الرابع أن تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ شرعا في الأضاحي، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر كما في حديث البراء لما قام وقال 4 لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني العوراء اللي هي فاقدة إحدى العينين، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. فكل عيب في الأضاحي بمثل هذا أو أعلى منه ما يجزئ. يعني عندك مثلا العوراء العمية من باب أولى، العرجاء مقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، المريضة مثل مبشومة، اللي مريضة مرض أشد من هذا أيضا من باب أولى، العجفاء التي ليس في مخها ساق، عفوا ليس في ساقها مخ، ها الهزيلة لأن واضح عليها الضعف ما هو أشد أيضا، يعني أيضا لا يجوز. طيب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي ما لها قرون؟ ما ذكر، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي إنه ما يضحى إلا بشاة لها قرون، غير صحيح. يجوز للإنسان أن يضحي بشاة ليس لها قرون، بل أزيدك، يجوز أو تصح الأضحية بشاة فيها قرن مكسور، قرن مكسور. بعض الفقهاء يكره هذا، يكرهون، لكن لو ضحى فيها صحت أضحيته. بالنسبة للفحل الخصي هذا أطيب لحم، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، قال الراوي موجوئين، يعني خصيين. قالوا لأن الكباش هذه أو التيوس إذا خصيت طاب لحمها، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول بعض الفقهاء التضحية بالخصي، الكبش الخصي، أفضل من غيره، أفضل من غيره. لكن شخص الآن عنده تيس أو عنده كبش غير خصي، نقول ما يجوز؟ لا يجوز الحمد لله. فنبه الناس على هذا عندكم، بارك الله فيك.